أعوام 1896 و 1897 شهدت الولايات والمدن الأمريكية ظهورات كثيرة لهذه المركبات الكونية، ومنها الظهور الكبير، تمام، في قصة المركبة الكونية اللي احنا وضحناها في منطقة أورورا تكساس، كما تحدثنا في توضيح الوثائقي لجون مارس. الآن ابقوا معنا، لدينا ملاحظتين مهمتين جدا 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 حول هاي الفترة. الملاحظة الأولى، في أعوام السبعينيات من القرن الماضي والثمانينيات من القرن الماضي نشرت كتب فيها حملة مسيطر عليها من الدولة العميقة، فيها غاية. ما هي هذه الغاية؟ تقليل وتشكيك الناس، بحيث أن هذه الكتب فيها وصف أن أغلب هذه الظهورات اللي حدثت هنا، يعني في نهايات القرن التاسع عشر، التي حدثت ما بين أعوام 1896 وعام 1897، في هذه الكتب التي نشرت بالسبعينيات والثمانينات من القرن الماضي، كتبت على اعتبار أيضا أنهم ماذا؟ أنهم باحثين في علوم الكائنات الكونية، فقالوا على أساس هاي المرحلة، هاي الظهورات بهاي المرحلة، هاي الأعوام، أعوام 1896 و 1897، قالوا غير حقيقية، لم تحدث، مش موجودة، هكذا. حقيقة الغاية يريدون يشككون الناس ويقللون، أوكي، من قناعات الناس بالاتصالات الكونية، لأن أنا باعتقادي أن هذه الكتب مسيرة ومنظمة من الدولة العميقة باستثمار مالي كبير جدا، مثل مشروع الكتاب الأزرق البلو بوك الذي أعدوه عام 1952. فغايته الأساسية من هذا المشروع استخدام الإعلام والكتب والبحوث بطريقة فيها استخدام سيكولوجيا التقليل أو التشكيك بهذه الظهورات الكونية. فهي الفكرة أنه خلي أعمل هذا كاتب، الله، أنا أجيبه. فإذا تدرسون بعمق هذه الظهورات تجدون الناس بهاي الأعوام، تجدون في ذلك الوقت يتحدثون كثيرا حول رؤيتهم وفي مناطق سكنهم لمركبات كونية واضحة جدا. هاي الملاحظة الأولى، ممكن نقول البسيطة، لكن لدينا الملاحظة الثانية، هذه أهم من الملاحظة الأولى بشكل كبير جدا، ينتبه عليها الطلاب وتناقشوها ممكن بقنواتكم الكونية حول هاي الظهورات، تمام؟ هناك شيء مهم فيها، أبرزوا أنتجوا قصص في ذلك الوقت جعلت الناس تنقسم وتحتار كثيرا في هذه الظهورات. هذه فيها سيكولوجية عميقة جدا. كيف؟ أخرجوا للناس فكرة أن هذه المركبات الكونية هي اختراع بشري، صناعة بشرية، مش لهذه الدرجة فقط، لكن هناك أمور أهم. حتى قالوا، يعني نشروا بالصحف، كثيرا نشروا بالصحف هاي الدعايات اللي هي ليست حقيقية، إنه المركبات هبطت، يعني يقولون هناك مركبة كونية ظهرت في سماء مدن أمريكا، لكن فين الفبركة؟ قالوا نزلوا أشخاص، تقرون في الصحف في ذلك الوقت، اللي زورت هذه الظهورات، فيقولون ظهر منها، نزل منها شخص إيطالي يخرج من مركبة، شخص ياباني، أو قالوا ظهرت مركبة كونية بالصحف في ذلك الوقت، تقرؤوها ممكن، وظهروا 6 أشخاص بشريين هبطوا من المركبة والتقوا بمزارع،
معايا؟ هذا في الصحف الأمريكية ليس حقيقي. قالوا ظهرت مركبة وهبطت وفيها 6 أشخاص التقوا بمزارع، ماذا قالوا له؟ قالوا له إننا مخترعين لهذه المركبة وهناك 5 مركبات أخرى نشتغل عليها، وأتينا هنا في المزرعة. لماذا أتوا في المزرعة؟ يقولون من أجل تصليح هذه المركبة. يعني هو مش يشترط 6 أشخاص، ممكن تقرؤون 3 أشخاص 4 أشخاص 2، لكن دائما العذر أنه نزلوا من المركبة وهم المخترعين لهذه المركبة، والعذر أن هناك قسم يقول 5 مركبات عندنا نشتغل عليها نخترعها نصممها، قسم يقول 2. هذا يعني هذا الأمر تجدوه بالصحف الأمريكية في ذلك الوقت. وآتين إلى المزرعة، يقولون أنه السبب أنه المركبة تعطلت، وقسم حتى بالصحف يذكرون أنه هبطت المركبة فيها 3 أشخاص 4 أشخاص أخذوا ماء، احتاجوا ماء من نهر، فهي نشرت في الصحف كثيرا في ذلك الوقت. يعني مثلا مرة أخرى أكرر، ظهرت مركبة وهبطت في تكساس في المنطقة الفلانية وخرجوا 3 منها، you see؟ التقوا بمزارع وواحد منهم يتحدث اللغة الإنجليزية باللهجة البريطانية بالأكسنت البريطاني، وقالوا للمزارع نحن مخترعين لهذه المركبة، والمزارع يقول على لسانه، قال التقيت بثلاثة أربعة كلام المزارع، ويقول احتاجوا ماء، أعطيتهم ماء، أخذوا كمية من الماء ثم رحلوا. فهي بالحقيقة أغلب هذه القصص لم تحدث، لكن نشرت بالجرائد، والناس انقسمت بذلك الوقت، احتارت. فقسم من الناس يقولون إنها مركبة كونية حقيقية، الناس الآخرين يقولون لا، هذه بتاع مخترعين بشريين. إلى حد هذه اللحظة، إلى حد هذا التوضيح، إحنا ما قلنا الفبركة الكبيرة. هاي الفبركة الكبيرة الآن، ننتبه. قامت الجرائد بعدها، أو هو بنفس الوقت، يعملون قصص من نوع أعلى. كيف؟ وضعوا فيها أن الهابطين، هاي الكلمة الهابطين نقصد الكائنات التي بالمركبة هبطت نزلت إلى الأرض. بالجرائد إيش كاتبين؟ أنه الناس رأوا أنه في المركبة هناك حفلة وهناك غناء، والناس سمعوا موسيقى، وهبطت المركبة ونزلوا منها 4 أو 3. هناك سيناريو آخر أو قصة أخرى، أن الهابطين يتحدثون إلى المزارع الذي يلتقي بهم، تحدثوا بكلام فيه جمل ضعيفة جدا، أما تكون بتاع مزاح. ها؟ يعني هذه قصص تقرؤوها بالجرائد. كيف؟ يعني ظهرت مركبة كونية تشع ضوء في سماء تكساس في المنطقة الفلانية وهبطت إلى مزرعة، وفي المزرعة التقى المزارع اسمه كذا، التقى ب3 أشخاص واحد منهم من نيويورك حتى يقولون هكذا، وواحد منهم شكله ياباني، وواحد منهم إنجليزي، هكذا حقيقة. ووضعوا جمل ضعيفة وقسم فيها بتاع مزاح نكات هيكي، تمام، حتى يقللون أو يشككون الناس. وهناك جمل كيف صمموها؟ انتبهوا، يعني بالجرائد ماذا كتبوا؟ على أساس هذه قصة أيضا كتبت في الجريدة، على أساس أن المركبة آتية من الصين. هذا خطأ، هو يعني هاي فبركة،
وبعدها أحدهم هاي بالجريدة حلل هذا الظهور، إيش قال؟ قال إن هذا الظهور على اعتبار إن خطيبتي ترسل ورود لي عن طريق هاي المركبة، لأن بهاي المركبة كان فيها ورود. على ما أعتقد هكذا قرأته تقريبا، هناك تقرير راح نعرضه لكم هو يوضح هاي الأمور. أما هذا حلل ها قال إن المركبة فيها رموز الورود، وهو استنتج أن هاي الرموز، أما هكذا باعتقادي أن هذه رموز الورود على أساس أن خطيبته بالصين راح تأتي إلى أمريكا. أما بهالاتجاه باعتقادي يعني من التقرير، أو باتجاه أن الظهور على اعتبار خطيبته ترسل ورود له، لأن في المركبة هناك ورود. فلاحظوا هاي الدرجة عامليها، وهاي كلها مو حقيقية، يريدون يعني يجعلون الناس تشكك بموضوع الكائنات الكونية. معايا؟ تمام، راح نعرض هذا التقرير. في هذا التقرير، هو تقرير بحثي بالمناسبة، يوضح هي هاي الأمور، قصة المخترعين ونزول 3 أشخاص أو 4 أشخاص والتقاءهم بمزارع، اسم المزارع، والمزارع يصف ها البشر اللي هبطوا من المركبة أرادوا ماء، وهكذا تنوعات كثيرة. لكن بالتقرير هناك حادثة أخرى، هذه مهمة، جعلتنا نفكر بشيء آخر أعلى. أحد الباحثين في علوم الكائنات الكونية، هذا الأمر مهم، على ما أعتقد في السبعينيات، هذا بالتقرير موجود، كتب شيء مهم. هذا اللي كتبه وأنا أقرأه أقول للطلاب هذا فيه، ممكن نقول فيه نسبة يعني ممكن 60% صحة، لكن اللي ما فيه صحة أبدا هبوط من المركبة، يعني المركبة هبطت وهاي القصص بتاع الصين، واحد ياباني واحد إيطالي، هذه كلها مو حقيقية. بس اللي نقول من التقرير اللي فيه نسبة من الصحة تقريبا 60% راح نقرأه هنا، يعني نعتمده في بحوثنا ونقاشاتنا. إيش قال؟ قال إن هذه الظهورات بتاع المخترعين البشري، مو قلنا إنه يعني مركبة هبطت وخرجوا منها 3 أو 4 أشخاص وقالوا إحنا مخترعين هاي المركبة، يعني بشر، وأيضا الآن نحن نصنع 3 مركبات 4 مركبات، فهم يعني أعطوهم هذا الاسم المخترعين. فهذا الشخص اللي هو باحث بالعلوم الكونية بالسبعينيات ها كتب بالسبعينيات هذا الأمر التالي، قال إن هاي الفبركة بتاع المخترعين هذه الفكرة صنعت من كائنات سلبية، هذه الكائنات السلبية آتين من أبعاد أخرى خططت لهذا المشروع أو هذه الفكرة بحيث من أجل تجعل الناس تحتار في هذه الظهورات. يعني هذا لديه، هذا الباحث عنده هاي النظرية، أنه مش الجرائد، وإنما هناك كائنات سلبية هي اللي عاملة هذا المخطط من أجل أنه تجعل الناس تحتار بهاي الظهورات. الآن يقول شيء مهم، وأن هؤلاء الناس الذين هبطوا، الذين يدعون واحد إيطالي واحد أسباني، حتى واحد فيهم واحد أسباني أقصد قائلين، واحد إنجليزي، البشريين، إيش قال؟ قال هؤلاء كائنات سلبية أصلهم، وهم صنعوا هذه المركبات وهبطوا فيها وادعوا أنهم مخترعين بشريين من أجل أن الناس تحتار والحضارة البشرية لا تتطور.
بمعنى بهذه النظرية معايا، ففكرة المخترعين هي مش من اختراع الجرائد، وإنما من اختراع الكائنات السلبية. فإحنا كان عندنا نقاش قبل التسجيل حول هذا الأمر، فأنت معانا، فأنا أعطيتك يعني قلت لك ناقشتك، قلت لك أنت بأي اتجاه، أنت باتجاه فكرة اختراع الجرائد أم بفكرة نظرية هذا الباحث أنه الكائنات السلبية هي صنعت فكرة المخترعين؟ ها ويانا؟ أيوة أستاذ، نعم أيوة أستاذ. عزيزي. طبعا أستاذ، هي بفكرة الكائنات السلبية طبعا هي التي وضعت الخطة. يعني مش الجرائد؟ لا، مش الجرائد، الجرائد مجرد نقلت الخبر وعملت على شكل أنه قصة، أنه هناك لا، مو أنا باعتقادي الجرائد مسيرة من الدولة العميقة ووضعت هاي القصص، وهاي القصص مش موجودة. أنت معانا؟ نعم أستاذ. هي نظريتين، نظرية الجرائد، وأتى باحث آخر بالسبعينيات، أقرأ مرة أخرى، إيش قال؟ ويانا؟ قال إن هاي الظهورات بتاع المخترعين البشريين، هاي الفكرة صنعت من كائنات سلبية آتين من أبعاد أخرى، وهذه هي اللي خططت لهذا المشروع من أجل أنه تجعل الناس تحتار بهذه الظهورات. بس إحنا معانا أخت، أنه هي مع فكرة أنه الجرائد عاملتها مش الكائنات السلبية، تمام ويانا؟ نعم أستاذ، يعني أنا أرجح فكرة الجرائد، لماذا؟ يعني أنا أوكي، ما عنديش دليل، لكن إيه؟ الفكرة إنه لو افترضنا إن الكائنات السلبية هي اللي عاملاها، فده معناه إن الكائنات هي تدخلت في أشياء كتيرة وفبركت حاجات كتير، إيه؟ وأنا باعتقادي إن هي ما عندهاش التدخل الكبير يعني في إيه؟ الأرض بالشكل ده، يعني ممكن نعم. نقول جزئيا، لكن الفبركات الأكثر هي من الدولة العميقة نفسها، ايه ده اعتقادي الشخصي. اي أيوة، وانا معك، اعتقد يعني ايضا انا اتفق معك، يعني ما اعتقد بتاع كائنات سلبيه وهي، ما هو ايش يقول؟ يقول يعني على اساس حتى ذول الهابطين الذين يدعون، يعني واحد ايطالي، واحد اسباني، واحد انجليزي من البشرين، قال انه هؤلاء كائنات سلبيه اصلهم، وهم صنعوا هاي المركبات وهبطوا وادعوا انهم مخترعين بشريين من اجل حتى الناس تحتار، وهي فعلا الناس احتارت، لأن أصبح انقسام بهاي الظهورات. الناس قالوا قسم، يعني من الناس قالوا هذه بتاع اختراعات بشرية، وقسم قالوا حقيقية، وهكذا. الآن بالتقرير هناك قصص حقيقية، بالتقرير راح نعرضه، وممكن نشاركه، اللي يحب أرسله له، يعني تقرير رائع حقيقة، اللي يتناول فيه يعني هي هاي الظهورات ويناقش هاي الأمور. فهناك قصة لمزارع، أعتقد هو يلتقي الآن، هاي القصة حقيقية، كيف نعرف حقيقية؟ لأنه هذا المزارع يلتقي مع ثلاثة، يصف جسمهم وشكلهم وحركتهم تماما كما نقرأها في علوم الكونيات اليوم. كيف؟ يعني واحد منهم من الكائنات اللي التقى معهم يكون حامل في يده طاقة ضوئية، يقول هكذا، يتمشون ببطء، سيقانهم فيها رفع، أذنهم مرتبطة متداخلة بالرأس ومصغرة الأذن، أجسادهم ملساء، أعتقد قال أما لم يتكلموا، أو ممكن قال بالتقرير تكلموا بلغة لم يفهمها المزارع، فهذه فيها حقيقة. You see؟ فالآن نرجع للتقرير، خلي نشارككم هذا التقرير، تقرير مهم حقيقة يعني.
اي نقرأ بالإنجليزي أيضا، نناقشه بالعربي جزء منه. يقول looking up we beheld three strange beings، التقى معهم الآن. أوكي، 7 feet high and very slender. بس نمشي فيها شوية على كيفنا يعني، حتى فقط نمشي بالوصف بتاعه. هنا يقول يشبهون البشر، ها، ويشعر أنه ما عندهم أذية، ما عندهم نوايا الأذية. No indication of hostile. اسم هذا الشخص المزارع اسمه شو هكذا أو شاو. تقدم باتجاههم وسألهم، بس هاي القصص الحقيقية الآن، لاحظوا، من أين هم، where they were from، ويقول كأنهم لم يفهموني. بس نمشي فيها مثلا. نظر إليهم هيك بتفاصيل أكثر، ما عندهم أظافر، لاحظوا، بأياديهم، وأقدامهم نرو ضيقة. مسك أو يعني ممكن نقول لمس واحد من عندهم، ها، ووجد فيه خفة تقريبا بهالمعنى، يعني الوزن فيه خفة. هاي الحقيقية، القصص الحقيقية. يقول they wear without any sort of clothing، ما يلبسون ملابس. صح هذا، يعني جسمهم نقول الطبيعي، وكان جدا ناعم. You see وجوههم ورؤوسهم كانت بدون شعر. آذانهم، الأذن، the ears were very small. You see ذول حقيقيين، أذنهم صغيرة جدا. والأنف كأنه يلمع بهالمعنى، يعني you see. والعيون كبيرة والفم صغير، وكأنه يبدو هم بدون أسنان. نستمر معانا. هنا يقول شيء مهم، يقول وكأنهم ما يتناولون الطعام، كأنه يعيشون عن طريق، هو يقول يعني مش السوائل أو الأطعمة مثلنا، كأنه الغاز، يعني عندهم أجهزة يتنفسون منها بالغازات بهالمعنى تقريبا. أنا فقط أريد أن أبسط الموضوع أو الترجمة. You see فهؤلاء حقيقيين. يقول يملكون يعني جمال عالي، سترينج بيوتي، جمال غريب. ها، السبب هنا لاحظوا، يقول كل واحد منهم كان يحمل، ها، ضوء، طاقة ضوئية على شكل البيضة. عندما فتحت، ها، فتحوا يعني هاي الطاقة الضوئية وتوسعت بالتوهج. You see هذا حقيقي. هنا بهاي الحادثة اللي هو هذه بتاع هذه مو حقيقية. فهناك مركبة كونية نقرأها، ممكن جزء منها نقرأها باللغة الإنجليزية. فسمعوا أصوات بشريين ومنها ضحكة سيدات. You see المركبة هنا
as a 60 foot long cone shaped, يعني شكلها الكون، فيها أربعة أجنحة تقريبا بهالشيء هذا، والشاهد معانا سمع الأصوات البشرية ومنها أصوات سيدات يضحكن، ها جاي يشاهدون، فهذا مو حقيقي أبدا. هنا لاحظوا الظهور الآخر لمركبة أخرى أعتقد معانا، ها بأوهايو، هذا أبريل 14، هو بهالسنوات هذه، أعتقد هذه بسنة ممكن 97 أو 1897 أو 96 على العموم. From a huge bird-like object with wings، ها يمشي فيها، فهو سمع صوت كأنه موسيقى بعيدة وواحد يناديه بشري في أبريل، اليوم السادس عشر منه، ها أبريل 15 الساعة الرابعة صباحا. هناك شاهد شاهد مركبة سمع منها صوت عدة رجال يتكلمون بصوت عالي. لا هذا مش حقيقي أبدا. أيضا نقرأه، يقول هذا أيضا حدث في أبريل بالحادي عشر، يوم الحادي عشر، يقول في يعني وقت متأخر بالمساء، ها شخص يقود دراجة هوائية شاهد مركبة كونية، تمام، مثل القارب، شكلها مثل القارب وفيها مصابيح حمراء وخضراء من الجانبين وضوء عالي جدا من الأمام. هنا لاحظوا في داخل المركبة هناك أشخاص بشريين، رجال وسيدات وأطفال، والمركبة كأنهم متجهة باتجاه، وكأنهم هم جدا مشغولين. هذا مو حقيقي، شوفوا هذا ما مو صحيح، هذا واضح.